اهلا بحضراتكم. يعني ايه وعي؟ هل هو الحالة العقلية اللي فيها بندرك الواقع من حولنا؟ هل احنا عندنا وعي؟ هل احنا شعب واعي؟ هل احنا عندنا حالة من حالات الوعي الحقيقي او وعي زائف او عندنا لا وعي؟ الحقيقة انه في مسألة الوعي الحديث فيها بيكون كبير وواسع للغاية، فيها أحيانا اختلاط مفاهيم، لكن كمان هنحاول نسأل إلى أي مدى الميديا الحديثة أو السوشيال ميديا الحديثة شاركت بشكل كبير في صناعة وعي زائف، وتصور البعض أنه يملك وعي وده مش حقيقي. النهاردة مش هطول، لأني في حضرة جليل واستاذ على راسي من فوق، دكتور انور مغيث، مش بس استاذ الفلسفه الحديثه والمعاصره في جامعه حلوان، مش بس كان رئيس المركز القومي للترجمه سابقا، انما كمان اراؤه ومقالاته في الاهرام واحاديثه شيء في كل كلمه منه تدرس. اهلا وسهلا دكتور. شكرا على المقدمه الجميله دي، يعني محبه والله وتقدير كبير لحضرتك. اهلا وسهلا. يعني ايه وعي يا دكتور؟ سؤال صحيح ممكن يبقى هو كمان فضفاض، سامحني، بس كتير منا ما يعرفش يعني ايه وعي. طبعا هو يعني الكلمه شائعه وكل الناس بتستخدمها على جميع المستويات، متعلمين واميين كله بيستخدم خليك واعي، اوعى تعمل كذا. فمن كتر استخدامها بيبقى مشكله ان احنا نحيط بالدلالات لانها ممكن تبقى متعدده جدا. فيعني عادة الوعي نوع من المعرفة بس أكبر من المعرفة. يعني مثلا أنا أعرف أن الإنسان ينبغي أن يقول الصدق، لكن أنا في حياتي بكذب، يبقى إذن أنا المعرفة أعرفها لكن الوعي مش موجود. فهنا الوعي هو نوع من المعرفة الراسخة التي تترجم إلى سلوك. هنا نقدر نعرف أنه بالفعل حدث وعي. طبعا هنا هل الوعي هو يعني بالذات ولا بالعالم الخارجي ولا بالناس اللي حوالينا؟ كل دي حاجات يعني ايه فيها اختلافات في وجهات النظر. لكن في النهايه يعني احنا بنبدا نلاحظ الوعي لما يكون في مساله يعني خطر زي مثلا كوفيد بتاع كورونا. وعايزين نشوف الناس بتتعامل معاه ازاي. فحضرتك حتى تبص في التلفزيون تلاقي شعوب كده ناس لابسين الكمامه وماشيين بنظام وبتاع، وشعوب تانية هو كأنه مفيش حاجه حصلت، فتقولي الشعب ده عنده وعي وده ما عندوش. فهنا هنلاقي الوعي انتقل الى انه وعي جمعي مش وعي فردي. انه وعي جماعه من الناس، في حين في الاول كنا بنقول الشخص ده واعي بكذا. فهي درجات متعدده، وغياب الوعي طبعا ممكن يكون نتيجة لغياب المعرفة، أنا ما أعرفش أن الموضوع ده خطر. بس ممكن بقى كمان يكون غياب عمدي بأنه مقصود، اللي هي أنه حد يقوم بتزييف الوعي ويكون له غرض من هذا الموضوع. هنا ببقى شاعر بأنه الوضع كذا انطلاقا من وعي بسلك السلوك الفلاني، ولكن سلوك غير ملائم. وده بسبب أنه الوعي اللي عندي وعي زائف وليس وعي حقيقي. نعم. الضمير أحد مفردات الوعي؟ طبعا، ده حتى هو بالفرنساوي وبالانجليزي كلمه كونسيانس دي بتنفع للاثنين، للضمير وللوعي المعرفي. لانه يعني هو الضمير هو عباره عن سلوك تمليه قاعده اخلاقيه انا مسلم بيها. ومن هنا لما بعمل سلوك مخالف للقاعده اللي انا مسلم بيها بيحصل لي بقى ايه؟ تانيب الضمير. انه الضمير يقعد يقول لي ما كانش لازم تسلك هذا السلوك. هنا القاعدة الأخلاقية الإنسان ما بيتولدش بيها، إنما بتوصل له من المجتمع، إنه الواحد المفروض ما يكذبش، ما يقتلش، ما يسرقش. فهنا أما بيترسخ في الذهن فبيبقى وعي وبيبقى ضمير. لو مش مترسخ فبتلاقي يعني حتى ناس تصلي وتصوم وكل حاجه، لكن تتعامل في سلوكياتها او في تعاملها بتغش في الامتحان بمنتهى السهوله. يعني بيبقى رياضه قوميه الغش في الامتحانات عندنا. وتبرر كمان هذا الخطا يعني، ومن غير تانيب ضمير بعد كده ولا حاجه، لانه ما استقرش في ضميره انه ده السلوك ده سلبي. نعم. هل في اشخاص عندهم لا وعي ولا هم عندهم وعي بس بدرجه صغيره؟ هو طبعا كلنا عندنا لاوعي، كلنا بتعبير فرويد اللي هو انه اشياء موجوده جوانا راسخه من زمن طويل. هنا مثلا ذكريات الطفوله اللي حصلت لحضرتك كنت عندك 6 اشهر او 7 اشهر، صعب الذاكره دلوقتي تستدعي احداث، ولكن هل اللي حصل لك ده في هذا السن مضى من غير تاثير؟ لا، موجود ومؤثر، لكن انت لا تستطيعي ان تستدعي للادراك الحالي.
في حاجات تانية انه الانسان في حياته بيعمل بعض التصرفات المخجلة اللي هو لما كبر ما بقاش يحب يعملها. فيعني عملت حاجات مشكلة، تصرفات مشينة، وانا مش هقعد كل شوية افتكرها عشان ما يحصلش تأنيب الضمير اللي بيعكر وجودي، فحاول اتجاهلها وانساها كأنها ما حصلتش. او عندي رغبات، هذه الرغبات انا عايز احققها، لكن لو اردت ان اقوم باشباعها حاليا المجتمع هيزعل لان هتصرف تصرف لا يليق اجتماعيا، فانا بعمل عمليه كبت. كل ده موجود في منطقه اسمها اللاوعي. ده غير بقى عدم الوعي. اسمح لي عدم الوعي نكملها بعد ما نتوقف لحظات مع فعل أجد الترحيب بحضراتكم وبضيفي الكريم دكتور أنور مهيس أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة حلوان. دكتور، قبل الموجز كنا بنتكلم على عدم الوعي. أيوة. هو طبعا بنميز عدم الوعي عن غياب الوعي. غياب الوعي الواحد بيغمى عليه يعني ببساطة. هو نفسه مش دريان في اللي حواليه ولا بنفسه. لكن عدم الوعي هو انه موضوع اجي اكلمه فيه الاقي ما عندوش اي فكره ولا حتى مغلوطه، فهنا بيبقى تقريبا في انعدام وعي، وده ممكن يبقى خطر لما يبقى مطلوب منه سلوكيات معينه مفروض يقوم بيها. فعدم الوعي بيبقى ناشئ عن الجهل، وناشئ كمان عن عدم الفضول في ان الواحد يعرف. فهنا بيبقى في هذه المساله في انعدام وعي تام، ودي بتبقى عمليه عايزه بقى يعني طبعا تنبيه الناس لاهميه الموضوع، ثانيا تشجعهم على تحصيل المعارف والمعلومات اللازمه للموضوع، بعد كده تدريبهم على السلوك الملائم بناء على الوعي المكتسب الجديد. والقدره كمان على الفرز يا دكتور، انه صحيح انه النهارده احنا في عالم اصبحت كل المعلومات والمعارف متاحه امامنا، او بلاش المعارف، المعلومات متاحه امامنا، لكن كيفية استنباط الحقيقي منها من المزيف، وهنا يقودنا الحديث إلى أو تعريف الوعي المزيف أو الوعي الزائف. طبعا هو يعني بالفعل يعني الوعي الزائف نفسه ممكن يبقى مبني على معلومات وعلى معارف، بس هي أساسا خطأ أو مش في مكانها. وإحنا عشان بس نعرف الوعي الزائف بنميز بين ثلاث محاولات بيكون الوعي فيه يعني غير حقيقي، فيما يسمى بالتلاعب الإعلامي، ودي بتبقى عابرة وقصيرة الأجل، زي مثلا في حرب العراق لما بوش برر حملته ضد العراق بأنه العراق يملك أسلحة الدمار الشامل ويمول تنظيم القاعدة. وده ما كانش صحيح. بس هو كان في النهاية يعني عايز لما يروح يضرب العراق يبقى على الأقل عنده مبرر، يعني الرأي العام العالمي بدل ما يحتج على الأقل مش هيسكت أو هيقول معلش ما عندهم أسباب. تبين بعد ذلك أنه ما كانش في حاجة من دي. واختفى الموضوع، وبقينا عارفين أنه ده كان يعني عدوان مجاني من أمريكا لتدمير العراق، وما كانش في أسلحة دمار شامل ولا حاجة. فهذا ما يسمى بالتلاعب الإعلامي، خاص بقضية معينة وعايز أكسب الرأي العام فيها لموقف معين، ولكن سوف ينكشف الأمر سريعا. الحاجة الثانية اللي هي غسيل المخ، دي بقى يعني ايه بتبقى يعني صعبة جدا، لأنه يعني أنا مثلا ممكن ده معناه فقدان الإرادة وفقدان العقل وتسليمهم لواحد آخر يوجهني. ده هو غسيل المخ. أنا مثلا ممكن واحد يعني يبقى قال فيها كلام وحش أو عمل فيها حاجات أو شفت منه شر، فببقى غضبان وأحيانا ممكن حتى أدعي عليه، لكن ما توصلش للقتل. انما ان انا اروح اقتل واحد انا ما اعرفوش اصلا وما اذانيش وما عمليش اي حاجه وثانيا مسالم واروح اقتله بضمير مستريح، ده معناه ان مخي اتلغى، في حد بيوجهني بيقول لي روح اعمل كده، وانا بتصور ان انا لازم اطيع ارادته وليست ارادتي انا. فدي بتبقى حاله اللي هي حاله غسيل المخ، السيطره الكامله على الانسان وتوجيهه. لكن الوعي الزائف ده يعني مختلف عن دول في انه موجود، وموجود عندنا كلنا بدرجات مختلفه في مناطق معينه. لكن مع الوقت احنا المفروض نبذل مجهود لتصحيح وعينا بحيث يتحول من زائف الى حقيقي. فممكن نضرب برضو مثل على يعني ايه الوعي الزائف. لما بدات الدعوه لتعليم المراه وذهابها للعمل في النصف الاول من القرن العشرين، الحجه اللي كانت سايده دايما عند كل المعارضين وكانوا اغلبيه هو انه ذهاب المراه الى العمل سوف يضر في تربيه الاولاد. ويعني كله خلاص معتقد كده ان الام تخرج تروح الشغل يبقى الولاد خلاص راحوا.
لكن يعني لما نشوف مثلا واحد زي اسماعيل مظهر في كتابه المرأة في عصر الديمقراطية يقول طيب ما احنا عشان نشوف المسألة دي صح ولا غلط ننظر إلى المرأة الغربية في انجلترا فرنسا ألمانيا كلهم بيذهبوا للشغل وأولادهم أنظف من أولادنا وأشطر من أولادنا في المدرسة صحيح. وعندهم أخلاق أكتر من أولادنا صحيح. يبقى ليه لازمة إنها تقعد في البيت بقى إذا كان هتبقى دي النتيجة فبنلاقي هنا بالرأي النقدي بنقدر نقوم اعتقاداتنا وده اللي بيخلينا نخلص من تزييف الوعي أو الوعي الزائف اللي هو بيقتضي أولا أنه أكون شجاع وأقبل نقد الآخر ليا وثانيا يكون عندي حكمة في أن أنا أوجه لنفسي نقد ذاتي أول بأول هنا ببدأ عملية التخلص من الوعي الزائف والوصول للوعي الحقيقي دي درجة عالية من درجات النضج يا دكتور لأنه مش كلنا يملك أهمية أنه يكون عنده نقد ذاتي أو الوقوف على أخطائه أو مواجهة ذاته بما فيها من عيوب أو نقائص هي طبعا بتبقى عايزة يعني نوع من الشجاعة الفكرية والرقي لكن احنا حتى ممكن نلاقيها عند أبسط الناس وهنا لأنه بيجي الحجة رادعة زي في التجربة يعني أنا لو فلاح وبشتغل في الأرض وحد يقول لي على طريقة في الري وبعد شوية أكتشف أنها بتؤدي لخسائر أو لإهدار أكتر من اللازم بصحح نفسي تلقائيا يعني حتى الناس في حياتها العادية بتستخدم الممارسة العملية كأسلوب في تصحيح الأفكار اللي احنا استقرت عندنا وتصورنا أنها حقيقة دامغة كما أنها أيضا بتتعامل مع العلم أما تبقى حاجة جاية علمية مش رأي للصديق واحتمال يبقى مرجح فهنا العلم بيبقى يعني حاسم فانا خلاص بقى يعني الانسان هو كبير ما بيرميش نفسه من بلكونه لانه عارف انه هيقع على الارض بسبب نظريه الجاذبيه فهي موجوده في وعيه لكن ما هياش يعني هو ما بيقولش المرجعيه بتاعتي هي نظريه نيوتن في الجاذبيه بس خلاص فالوعي الصحيح يعني بيكتسب مع الوقت لكن هنا بقى ما بيبقى المسألة حرجة ومش هننتظر الزمن لما يعمل تجارب بنلجأ إلى تكنيك بقى جديد ما يسمى بالتوعية ودي بقى نشاط مقصود بهدف اختصار الزمن لإيصال المعارف الضرورية وإدخال والتدريب على السلوكيات الضرورية اللي تعبر عن الوعي الحقيقي إنه من يملك تجربة ومن يملك خبرة يدلي بدلو بس مسألة إنه النصح دايما مرفوض يا دكتور يعني إحنا لا نميل إلى هذا الأمر بتشوف حضرتك إنه إيه هي الوسيلة المثلى علشان نقدر نعمل بيها حالة من حالات التوعية لمجتمع يعج بكتير من التفاصيل الحقيقة التي تنم عن اللاوعي طبعا يعني هنا النصح مرفوض وأحيانا الممارسة الصحيحة في بدايتها بتبقى حتى مستهجنة لأنها غريبة وده حتى كنت بلاحظه انه المانيا بدا عندهم الوعي بمشكله البيئه اكتر من فرنسا من البدايه فكنا نروح المانيا نلاقي في صناديق القمامه الاخضر والاصفر والازرق ده للازاز ده للورق ده لمخلفات الطعام والفرنسيين يسخروا لك طب هم هيشتغلوا للدوله ما الدوله تاخد وهي تفرز حره وانا هقعد اشتغل لهم يعني وان ده استغلال للناس وبعد شويه اكتشفوا بالعكس ده مفيد للمجتمع ككل مش حكايه انهم بيوفروا للدوله فلوس انه عمليه يعني الاستفاده بمخلفات البيئه واعاده التدوير بتبقى سهله ونافعه للناس فبنلاقي فرنسا رجعوا يتبنوها وخدوا وقت على ما يوصلوا لالمانيا تكون المانيا سبقتهم في حاجه ثانيه فاحنا مثلا ازاء مشكله زي مشكله البيئه بالنسبه لمصر احنا كان عندنا يعني تصور زمان ان دي حاجه تخص اوروبا هم شغالين نفسهم بيها واحنا ما فيش عندنا اي مشكله يعني ما احنا عايشين وزي اجدادنا من زمان وما فيش حاجه خطيره لكن بدا نعيب انه القاء المخلفات الصناعه في النيل مشكله كبيره وبدا الناس يعوا بكده بدانا نعيب ان قله المساحه الخضراء لكل مواطن دي مشكله في تلوث الهواء الجو والتخلص من ثاني اكسيد الكربون وتوليد الاكسجين بدانا يجي لنا انه من الخارج انه التغيرات المناخيه وتسخين الكوكب هيؤدي لارتفاع منسوب المياه وممكن تغرق مناطق من الاسكندريه والدلتا فهنا بنحس بقى بانه الخطر
شيك وجذري، ما هياش مجرد انه اي سلوك افضل ان اقوم به. لا ده انت قدام تحدي. وهنا بقى الايه، الشعوب عاده ما بتختارش التحديات اللي هتواجهها، دي بتتفرض عليها. صحيح. الشعب اللي بيعرف يلاقي الاستجابه الملائمه بيستمر وبينجح، والشعب اللي ما يعرفش يلاقي ده بيضمحل وخلاص ويتحلل وينتهي. فاحنا هنا حاسين ان احنا في موقف تاريخي حاسم، يا اما يكون عندنا الوعي الملائم يا اما هنضيع. فهنا ببقى انا مستعد خلاص نفسيا ان اقبل برامج التوعيه. فما يجي حد يقول لي انا جايبين لك استاذ من كليه زراعه او من كليه علوم هيشرح لك ايه المشاكل عن الخطر التلوث البيئه واثار على الانسان، فبلاقي نفسي مستعد اسمع وعايز كمان اعدل سلوكي بحيث اتلائم مع هذه المشكله. شرفتنا دكتور، شكرا جزيلا على وقتك، وسامحنا احنا اللي ضيق وقتنا، نحب نسعد بحضرتك اكتر من كده، وان شاء الله يكون لنا لقاءات خاصه. بكل سرور ان شاء الله. شكرا. تمام. دكتور انور مغيث استاذ الفلسفه الحديثه والمعاصره بجامعه حلوان كان سريعا معنا، ويسامحنا مره ثانيه على ضيق الوقت، كان معنا في الحديث والتفرقه ما بين اللاوعي والوعي الزائف.